هذا الشعب الكريم الذي يمنحني هذا الهتاف الأكرم في أن أكون خادما أميما لكل واحد في هذا الشعب. الخطط المالية، راجل مشلول شلل رباعي ازاي ما خدش شقته لغايه النهارده؟ راجل اتشل شلل رباعي كيف لم يحصل على شقته حتى الآن؟ كيف لم يحصل وأنا شفت بعيني التدمير اللي لمس أجسامه؟ ولذلك أنا بستسمحكم كل ما قلته من قرار درجة أولى ينزل درجة تانية، لأن القرار الأول هيكون الرعاية الكاملة بلا أي تردد لكل من أصيب أو كل من ضحى بحياته، فالرعاية هتكون لأسرته إن شاء الله. عموما أنا أطلت في الحديث على هذا السؤال لحضرتك، لكن العبرة يا فندم مش بجدولة المشروعات، العبرة مش بنسخ القرارات، العبرة بالتصميم على تنفيذ القرار، العبرة بالإصرار على أن ما دام صدر القرار لابد من تنفيذه. ويعيبنا في مصر، يعيبنا تماما القلق، اتعودنا على الخوف من إصدار القرار، اتعودنا على التردد في إصدار القرار، ساعات نركنه بحجة الدراسة ومزيد من الدراسة، حتى إن الإنسان بيعيش ويموت والدراسة شغالة ولسه المشروع ما بداش، وساعة ما المشروع بيبتدي في ظروف مختلفة خالص عن الظروف اللي بدأنا فيها الدراسة في الأول. أعتقد بل هي العلم بيقول كده، إن توقيت القرار هو جزء أساسي من سلامة القرار.